ومشاهدينا تحية إجلال وإكبار لأم الجامعات، الجامعة الأردنية، هذه الجامعة التي خرجت لهذا الوطن أفواج ورجال سطروا في تاريخ الأردن وأيضا في حياة الأردن وحياة الأردنيين أسطر لامعة لتميزها بتخريج هذه الأفواج. الحديث عن نشاطات الجامعة الأردنية، وسننطلق من عمادة شؤون الطلبة، هذا البيت الدافئ حيث تقيم وتبادر عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية بإطلاق شعار. هذا الشعار بيطلقوه كل شهر، بتبنوه خلال هذا الشهر بإقامة عدد من الأنشطة تحت هذا الشعار. في شهر 12 اللي احنا موجودين فيه منذ بدايته حتى الآن قاموا بإطلاق شعار حول المخدرات، ويعني هذا الشعار كان رائع جدا، لأنه يمكن احنا بنعرف بانه ان يقام هذا الشعار للمخدرات وتبني هذا الشعار هو موجه لشريحه هامه من مجتمعنا هم الطلبه. فسنتحدث بالتفصيل عن هذا الشعار ونتحدث عن نشاطات هذا الشهر بالتحديد وعن عماده شؤون الطلبه بشكل اكبر. فاسمحوا لي ارحب بضيفي الكريم عميد شؤون الطلبه الدكتور احمد علي العويدي، وهو عميد لشؤون الطلبه في الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا فيك دكتور. الله يسلمك، شكرا. سلام. يمكن هذا الشعار زي ما حكينا المخدرات دمار، وهذا الشعار يمكن أنا حكيت في البداية بأنه هام جدا، لأنه موجه لفئة عمرية هامة جدا، هي فئة الشباب المعطاء اللي إحنا رح نخرجه للوطن. فنتحدث أولا عن لماذا اخترتم هذا الشعار وما الهدف من إطلاقه في البداية؟ ستي أشكرك في البداية وأشكر التلفزيون الأردني على تبنيه كافة القضايا وكافة الهموم التي حقيقة يجب أن يصار إلى تبنيها والتركيز عليها وتسليط الضوء عليها. حقيقة بأننا في الجامعة الأردنية وبتوجيهات مباشرة من أستاذ الرئيس نتبنى جملة من الموضوعات المهمة التي تهم الجسم الطلابي في الجامعة الأردنية وأيضا المجتمع الأردني بكافة مكوناته، و لدينا عدد كبير من الموضوعات والقضايا والشعارات التي سيصار إلى إطلاقها اعتبارا من هذا الشهر، وسنستمر بتبني موضوع من الموضوعات الهامة تباعا في كل شهر. حقيقة بأنه وجدنا بأنه من الموضوعات المهمة التي يجب أن نتبناها والتي يجب أن يصار إلى تسليط الضوء حولها والتركيز حولها وتنبيه الناس حولها، إيمانا من دور الجامعة الأردنية التنويري والتثقيفي، أن نتبنى في هذا الشهر موضوع له تأثير كبير على كافة مكونات المجتمع وعلى الطلبة وعلى غيرهم، وهو موضوع المخدرات. حقيقة بأن موضوع المخدرات الكل يعلم بأن هذا الموضوع له آثار سلبية وسلبية جدا، سواء على النواحي الصحية أو النواحي الاقتصادية، له أبعاد اجتماعية خطيرة، وكان لابد أن يتم الحديث في هذا الجانب. وحقيقة حتى يصار إلى إعطاء هذا الموضوع اهتمام كبير وتسليط الضوء بشكل أوضح وأكبر، وكان لابد من الحديث حول هذا الموضوع. لذلك جاءت فكرة الشعار الشهري نظرا لأهمية الموضوع ولغيره من الموضوعات التي سيصار إلى الحديث عليها. في موضوع المخدرات حقيقة بأنه الطب يقر بأن موضوع المخدرات له أثار مدمرة على الصحة، يؤدي إلى تلف الخلايا الدماغية وتأثير على الجهاز العصبي وعلى الجهاز الهضمي وعلى كافة مكونات الجسم البشري، وأيضا هذا الأمر له أثار سلبية اقتصادية مدمرة. وحقيقة بأنه كثير من القصص المعروفة في المجتمع الأردني بأن من يبتليه الله في هذا الأمر قد يؤدي فيه في النهاية إلى ضياع أمواله، وربما حقيقة وكما سمعت من الأخوان في إدارة مكافحة المخدرات بأن الأمر يصل إلى المساس بالأعراض طبعاً. أن الشخص في لحظة من اللحظات يعني نعم يعني مقابل الحصول على هذه المادة التي يصل الإنسان في لحظة من اللحظات إلى ضرورة ملحة إلى تعاطيها، قد يؤدي إلى التضحية بكل شيء في الحياة وبأغلى شيء في الحياة وهو كرامته. لذلك جاءت هذه الفكرة. فيما يتعلق
بهذه الفكرة وبالفعاليات والفقرات التي تمت هنا لدينا احنا بنحكي على شهر يعني انطلقت نعم من بداية شهر نعم 12 احنا على نعم نهاية ان شاء الله نحكي تحت هذا الشعار ماذا اندرجت من انشطة داخل حرم الجامعة الاردنية انطلقتوا خارج اسوار الجامعة نعم نعم احنا حقيقة بانه لدينا برنامج متكامل بدأ من بداية هذا الشهر وله اوجه متعددة وفعاليات كثيرة بدأنا حقيقة بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام لهم التحية والشكر والتقدير على ما يقوم به من جهد الفعاليات متعددة ولها صور وأشكال مختلفة أولا تم توزيع عدد كبير من البوسترات على كافة الكليات في الجامعة الأردنية وحقيقة بأنه تم تعليق عدد كبير من اليافطات التي يعني تم توضيح أخطار المخدرات فيها وقامت دائرة النشاط الثقافي في الجامعة الأردنية ب يعني وضع رسوم توضيحية وشعارات واضحة معبرة أيضا بدأنا بسلسلة من المحاضرات سوف تستمر بدأت وسوف تستمر حتى نهاية هذا الشهر إن شاء الله حول هذا الموضوع المحاضرات هذه مين استضفتوا؟ المحاضرات حقيقة بأنه في مجموعة من الأخوة من الضباط دائرة مكافحة المخدرات بالإضافة إلى محاضرات يقوم بها الزملاء من الكليات في الجامعة الأردنية الكليات المعنية والمتخصصة والتي لها علاقة في هذا الجانب سوف يساهم في هذه المحاضرات زملاء من كلية الطب ومن كلية الشريعة ومن كلية الحقوق ومن علم النفس والصيدلة كافة التخصصات المعنية لأن هذا الموضوع حقيقة بأنه موضوع كبير ويحتاج إلى تضافر كافة الجهود. طيب كيف شفت دكتور أو مقياس تفاعل الطلاب وحضورهم لهذه يعني أنا أعتقد بأنه تفاعل كبير جدا في هذا الجانب قبل فترة كان في عندنا عرض مسرحي في مدرج الحسن في عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية لمسرحية هادفة تتعلق بموضوع المخدرات وأداها مجموعة من النشامة والنشميات من دائرة مكافحة المخدرات حقيقة بأنه تم الإعلان عن المسرحية قبل بدأها بأقل من 20 ساعة ويعني تستغربي حجم الحضور الكبير وهذا مؤشر اهتمام نعم. من أبنائنا الطلبة بأنه مدرج الأمير الحسن اللي يسع 1200 طالب كان قد امتلأ بالطلبة وكان حقيقة بأنه هنالك تفاعل كبير نعم. وحقيقة بأني أحيي كافة الأخوة والأخوات الذين أدوا أداء رائعا في هذه المسرحية وهي معبرة وحقيقة من يعني حضر هذه المسرحية تفاعل معها بأقصى درجات التفاعل وهي حقيقة مسرحية معبرة وأعتقد بأن الرسائل بدأت تصل إلى أبنائنا الطلبة أنا أؤكد من هذا المنبر بأن أبناء الطلبة الجامعة أبنائنا طلبة الجامعة الأردنية هم على درجة عالية جدا من المسؤولية وأقول بأنه يعني وإيمانا من دور الجامعة بتبني كافة القضايا التي تهم المجتمع بكافة مكوناته كان لابد من التركيز على هذا الأمر وأقول بأن التفاعل كبير طبعا سوف نستمر بفعاليات على مدار هذا الشهر من ضمن ذلك سوف يكون لدينا مسيرة هادفة وسوف يكون يعني من حيث المبدأ قد تكون يوم الخميس 18/12 هذا الموعد المقترح نعم هذا يعني هي في عوامل كثيرة تحدد حالة الطقس يعني وقت الأستاذ الرئيس وفي أكثر من لكن المقترح للمسيرة التي ستجوب شوارع الجامعة الأردنية سوف تكون إن شاء الله يوم الخميس 18/12 وحقيقة بأنه سيكون هنالك تسليط ضوء كبير على هذه المسيرة إن شاء الله ونأمل من كافة وسائل الإعلام وهي حقيقة تؤدي دورا كبيرا في هذا الجانب الدور التنويري التثقيفي لأنه بالنهاية أبناءنا هم أمانة في أعناقنا والجامعة الأردنية حقيقة تولي اهتمام كبير لأبنائها الطلبة ونأمل حقيقة أن نساهم بعون الله بقدر الممكن
في التصدي لهذه الظاهرة وهذه الآفة الخطيرة. دكتور، أنا كمان السؤال بدي أطرحه بأنه يعني الشعارات كمان لأنه بندرج تحتيها أنشطة فمهمة جدا، ولأنها تفاعلية مع الطلاب فهي بتعطي أثر كتير وبتترك طابع عند الطلاب. الآن شو عم بتفكروا من طرح شعارات أخرى بحيث أنه هذه الشعارات تتناسب وتتلائم مع احتياجات الشباب، متطلباتهم، مشاكل الشباب، مشاكل الشارع الأردني كمان بالتحديد؟ نعم أختي، لان حقيقة بأننا في الجامعة الأردنية كما بيّنت قبل قليل بأننا معنيين بكل ما يدور حولنا، والجامعة الأردنية مركز إشعاع ومركز ثقافة، هي عقل الدولة، هي قلب الدولة، هي مؤسسة نابضة بالحياة. وحقيقة بأنه اهتمام كبير من رئاسة الجامعة وبتوجيهات مستمرة من الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بأن نتفاعل وأن نتعاطى مع كافة قضايا المجتمع، وأن نبتعد عن الجانب النظري والجانب النقدي، وأن حقيقة نبدأ بخطوات عملية حقيقية للتصدي لكافة القضايا والهموم. من المشاكل التي يعني سيصار إلى الحديث حولها وإلى تبنيها في شعارات قادمة إن شاء الله، قضية الحوار، القبول بالرأي والرأي الآخر، الوسطية، والاعتدال، البعد عن قضية التكفير وقضية التخوين وقضية النقد الجارح، من القضايا التي يعني سيتم تبنيها. والشعارات الأخرى قضية ثقافة العيب، إحنا الآن أمام تحدي كبير في موضوع العمل، في موضوع الفقر، في موضوع البطالة، وحينما نتحدث عن البطالة بلغة الأرقام لا يوجد لدينا بطالة حقيقية، إحنا لدينا ثقافة عيب، لدينا إحجام كبير عن كثير من القطاعات، وبالتالي آن الأوان أن نتصدى إلى هذه المشكلة الكبيرة، وأن يكون هنالك حلول استراتيجية. أنا بتقديري بأنه التعامل مع ملف العمل ومع قضايا العمل يحتاج إلى استراتيجية وطنية، والجامعة الأردنية بعون الله ستتبنى شعارا بهذا الجانب. هناك قضية أخرى تؤرق المجتمع الأردني، قضية المناسبات وال يعني ما يرافق هذه المناسبات. إحنا بالدولة الأردنية حقيقة بأننا نعتز بالتواصل والمشاركة، ومجتمع بالرغم من يعني التنوع الرائع إلا أنه يعني الحمد لله العلاقات والتواصل من أروع ما يكون، لكن أن يبقى وأن تبقى مناسباتنا بهذه الطريقة وبهذا الحجم الكبير من الهدر ومن الاستنزاف وإطلاق العيارات النارية والمواكب التي تقوم بإغلاق يعني الشوارع والإنفاق الكبير على النفق يعني على كثير من القضايا، هذا أمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، والجامعة سوف تتبنى هذا الجانب. هناك يعني النهج الديمقراطي وتعزيز الديمقراطية، سوف نتبنى العناوين كثيرة، لدينا حتى هذه اللحظة ما لا يقل عن 20 عنوان جديرة بالاهتمام وجديرة بأن يصار إلى تبنيها. وأكيد ترجعوا لكلياتكم في الجامعة الأردنية. نعم نحن حقيقة في الجامعة الأردنية وفي عمادة شؤون الطلبة نتواصل مع كافة الكليات، والآن لدينا مجلس في عمادة شؤون الطلبة يشارك فيه كافة مساعدي العمداء لشؤون الطلبة في كل الكليات. نحن نؤمن إيمانا تاما بالحوار وبالرأي والرأي الآخر، ونتفاعل مع كافة القضايا ونستمع إلى كافة الآراء والملاحظات في سبيل إن شاء الله أن نقدم كل ما هو ممكن إلى جامعتنا الحبيبة وإلى مجتمعنا الأردني اللي نتمنى له مزيد من التقدم والتوفيق دكتور إن شاء الله. أحمد، أنا السؤال اللي حابة كمان أسأله، يمكن كعميد شؤون طلبة، كعمادة شؤون طلبة، وإحنا بنعرف إنه يمكن أنا كنت طالبة كمان يعني أيام البكالوريوس ولا زلت طالبة لحد الآن، لكن أنا اللي بيهمني إنه هالعمادة دائما الطالب مرات عنده وقت فراغ. نعم. احيانا وقت الفراغ بتمد ساعات، خاصه يعني احنا بنحكي على طلاب البكالوريوس. نعم. فوقت الفراغ احنا بندرك انه احيانا قد يكون قاتل للشاب او للصبيه في فتره الجامعه. الان العماده كيف بتستغل وقت الفراغ؟ شو بتقدم من انشطه؟ وانا بيهمني بانه هذا الجيل يتهم دائما بانه هذا الجيل، عندي احكيها عاديه، بانه والله ما بيطلع منه خير. لا، هذا الجيل فيه خير. نعم. بس هذا الجيل بده قيادات واعيه، سواء كانت من الاسره أو من المدرسة أو من المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني. الآن تقييمك لمدى وعي هذا الجيل من الشباب ومن الصبايا، هل فعلا هذا الجيل واعي؟
هل ممكن أنه يقدم هذا الجيل مدرك للمسؤولية، متحمل للمسؤولية، عنده نظرة خلينا نحكيها استراتيجية طويلة المدى لمستقبله، لمستقبل وطنه؟ وأيضا العمادة كيف بتلعب دور في دمج هذا الشاب أو الفتاة في الأنشطة بحيث أنها تخرج من هذا الشاب عنصر فعال للمجتمع، واعي مدرك للمسؤولية؟ إحنا يعني ما بهمنا الجامعات بس تعطي شهادات، للأسف يمكن معظم المشاكل الاجتماعية عم بتصير والفشل من جامعيين بيحملوا شهادات جامعية للأسف عليا حتى. نعم. إحنا بدنا من الجانب الآخر نوعي الشباب في جامعاتنا حتى نأخذ بيدهم لما يتخرجوا يكونوا فعلا على قدر المسؤولية. أختي أنا حاب أبدأ من يعني جملة جميلة جدا تفضلت فيها بأنه شبابنا يعني شباب رائع و يحتاج إلى من يوجهه وإلى من يأخذ بإيده. وأنا أؤكد يعني من خلال هذا المنبر بأنه شبابنا شباب رائع، وحقيقة بأنه يحتاج إلى من يقدم له المقبول والمعقول، وشبابنا يبادر. لدينا مبادرات من أروع ما يكون الآن في الجامعة الأردنية، مبادرة بعنوان معا أقوى، والهدف منها جمع مبلغ كبير ل إيجاد ممرات ذكية للطلبة من ذوي الإعاقات البصرية. نعم. هذه مبادرة جاءت من أبنائنا الطلبة من الجسم الطلابي. نعم. وهنالك يعني شيء من أروع ما يكون حقيقة فيما يتعلق بإشراك الطلبة في موضوع النشاطات اللامنهجية. أقول بأنه يعني نحن بدأنا وقدمنا رؤية لرئاسة الجامعة ووجدنا كل الدعم والتأييد من أستاذ الدكتور خليف الطراون رئيس الجامعة الأردنية بأن يصار إلى وضع تعليمات للنشاطات اللامنهجية، وعرض الأمر على مجلس العمداء في الجامعة وأبدى كل الدعم والتأييد لهذه الفكرة، ونحن بصدد الانتهاء من مسودة هذه التعليمات. حقيقة بأن هذه التعليمات تهدف إلى أن يصار إلى إشراك الطالب في عدد معين من النشاطات، سواء كانت نشاطات ثقافية أو نشاطات فنية أو نشاطات إعلامية أو حتى يعني رحلات إلى كافة ربوع الدولة الأردنية. نعم. للإطلاع على الموروث الأردني. نعم. وللإطلاع. نعم. على كل يعني ما لدينا من آثار ومن مقامات. نعم. ولكي نتعرف جيدا قضية أن يتعرف الطالب بالمدن والقرى ومكونات الدولة ومؤسسات الدولة الأردنية العريقة. هذا الشيء نعتز فيه ونفتخر، وحقيقة بأنه تم بحث هذه الفكرة مع اتحاد الطلبة في الجامعة الأردنية، ووجدنا بأنه الجسم الطلابي يعني بشوق كبير إلى الاشتراك بأكبر عدد ممكن من النشاطات والفعاليات. نحن نؤمن إيمانا تاما بأن هنالك برنامج موازي للبرنامج الأكاديمي وهو موضوع النشاطات اللامنهجية، وحقيقة بأنه سيصار إلى الانتهاء قريبا من هذه التعليمات، وهذه التعليمات تقضي بضرورة مشاركة الطالب بعدد من الفعاليات والنشاطات، سوف يصار إلى حساب عدد معين من النقاط، وبالنهاية قبل تخرج الطالب من الجامعة يجب أن يقدم إلى التسجيل بأنه قد اشترك بعدد معين من هذه الفعاليات، ونأمل بعون الله أن تؤدي النشاطات اللامنهجية إلى رفد الطالب بالخبرات وتعزيز دوره وصقل شخصيته حتى يعني يتخرج بالنهاية من الجامعة الأردنية وقد تسلح بالعلم والمعرفة والخبرة والنشاطات حتى يؤدي دوره الكبير في خدمة الدولة الأردنية التي نأمل بعون الله دوما أن تستمر وأن تدوم علينا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الحبيبة إن شاء الله. إن شاء الله. أنا أمنياتي لكم بالتوفيق إن شاء الله. هذه الجامعة اللي إلها كل المكانة والاحترام في قلوب كل الأردنيين، يعني خرجت لها الأردن يعني رجالات وخرجت للأردن فكر، فتحياتنا لعمادة شؤون الطلبة على هذه المبادرة وعلى هذا الشعار. تحياتنا أيضا لإدارة الجامعة الأردنية لكافة أعضاء الهيئة التدريسية ولطلابنا الأعزاء. كل الشكر لحضرتك الدكتور أحمد علي العويدي عميد شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. شكرا يا ستي. الله يسلمك. شكرا.